كيف نسمي هذا الجزيء؟ حسنا، نبدأ مع أطول سلسلة كربون. إذا هناك 7 كربونات في أطول سلسلة كربون. إذا نسمي هذا هبتان ونرقمه لنعطي التفرع أقل رقم ممكن. وفي هذا المثال لا يهم إذا بدأنا من اليمين أو من اليسار، في كلا الحالتين سيأخذ التفرع الرقم 4. الآن هذا التفرع يبدو مختلف عن الذي شاهدناه من قبل، هناك 3 كربونات فيه، لكن هذه الكربونات ليست في سلسلة مستقيمة لمجموعة الألكل، وإذا نظرنا هنا لدينا 3 كربونات لن تكون في سلسلة مستقيمة، فهي تتفرع من تفرع هنا. إذا هذا غريب، كيف سنسمي هذا؟ كيف سنسمي هذا التفرع؟ حسنا، أسفل هنا لدينا نفس التفرع، وسأرسم هذا الخط الزجزاج لنشير أن هذا التفرع هو خارج من سلسلة مستقيمة للألكان. وعند تسمية هذا التفرع المعقد كهذا، عمليا سنستخدم نفس القواعد المستخدمة في تسمية السلسلة المستقيمة للألكان. إذا أولا نحدد أطول سلسلة كربون، وهي في هذه الحالة 2 كربون. إذا هذه مجموعة إيثل خارجة من الكربون. إذا سأسمي هذا مجموعة الإيثل، إيثل. سنرقمه لنعطي مجموعة التفرع هنا أقل رقم ممكن. إذا لدينا 1 إيثان، إذا ما هو التفرع الخارج من مجموعة الإيثل؟ حسنا، هذه مجموعة مثل تخرج من الكربون الأول، إذا نسميه كواحد مثل إيثل. حسنا، الآن هذا التفرع المعقد سنسميه كواحد مثل إيثل. إذا نضع هذا هنا. إذا التفرع من الكربون الرابع لدينا 1 مثل إيثل، وسأضع هذا في أقواس، وكل ذلك يخرج من الكربون الرابع من الجزيء. إذا 4 1 مثل إيثل هبتان هي طريقة تسمية الأيوباك لهذا الجزيء. لذا إذا كنا نسمي التفرع المعقد 1 مثل إيثل، هذا سيكون الاسم الرسمي أيوباك، لكن هناك أيضا اسم شائع لهذا التفرع المعقد. إذا الاسم الشائع common name لواحد مثل إيثل هو أيزوبروبيل. إذا أيزوبروبيل هو الاسم الشائع، والأيزوبروبيل يستخدم كثيرا، بحيث هو مقبول استخدام الايزوبروبيل لتسمية هذا الجزيء. حسنا، يمكن القول هذا 4 ايزوبروبيل هبتان، وسيكون هذا بكل تأكيد صحيح. إذا هذه تسمية ايوباك أخرى، إذا ايزو تعني نفس، ومن المحتمل أنها جاءت من حقيقة أن لدينا هذه المجموعتين من المثل وتعطينا شكل واي، وهما نسمي الشيء. إذا هذه حالة معقدة لتفرع لديه 3 كربونات، عليه لنفحص عدة تفرعات أخرى. كل هذه الهياكل لديها 4 كربونات كلية. لنقوم بنفس الحيلة، حيث نضع خط الزجزاج متعرج، بحيث هذه الهياكل بقية الجزيء ونفكر بهم كمجموعات ألكل. إذا كيف نسمي هذا؟ نفس الخطوات، نجد أطول سلسلة كربون، وإذا كانت هذه أطول سلسلة ستكون 3، لذا هي مجموعة بروبل، وعندها نرقمها سيكون هذا 1 وهذا 2 وهذا 3. إذا لدينا مجموعة مثل خارجة من الكربون الأول هنا، إذا سيكون 1 مثل بروبل كاسم لهذا التفرع المعقد. والاسم الشائع لهذا هو سيك بيوتل، لأن هناك ما مجموعه 4 كربونات. لنفحص المثال التالي إذا مرة أخرى، 1 2 3. وعند الترقيم 1 2 3 يمكن رؤية أن هذا بروبل. مرة أخرى سأكتب بروبل هنا، وهما هو الخارج من تلك المجموعة. حسنا، لدينا مجموعة مثل خارجة من الكربون 2 هذه المرة، إذا سيكون 2 مثل بروبل. إذا 2 مثل بروبل لهذا التفرع المعقد، والاسم الشائع لهذا هو ايزوبروبل. إذا ايزوبيوتل، ولأن هناك 4 كربونات في هذا التفرع المعقد، لذا هو بيوتل وايزو، لأنه لدينا هاتان المجموعتان من المثل، إذا هما نفس الشيء تقريبا. الآن التالي، أطول سلسلة كربون
هناك ذرتي كربون في أطول سلسلة، وهذا سيكون إيثل. وعند تلقيم أطول سلسلة كربون يمكن رؤية أن لدينا مجموعتي مثل، وكل واحدة من مجموعات المثل هذه تخرج من نفس الكربون. إذا سأقول أن هذا هو واحد واحد داي مثل إيثل. إذا واحد واحد داي مثل إيثل ستكون تسمية الأيوباك لهذا التفرع المعقد. وقد ترون أيضا تيرت بيوتيل، وهو ربما يستخدم بشكل كبير. إذا تيرت بيوتيل لأنه لدينا 4 كربونات كلية هنا. إذا هذه الثلاثة احتمالات التفرعات المعقدة، ولديها 4 كربونات. لنفحص احتمالات قليلة لتفرعات معقدة لديها 5 كربونات. في الواقع هناك أكثر من هذه، لكن هذه الأكثر شيوعا. إذا مرة أخرى سنرسم خط الزجزاج لنشير أن هذا في الحقيقة مرتبط مع سلسلة مستقيمة للألكان. مرة أخرى نجد أطول سلسلة كربون، 1 2 3 4. إذا هذا سيكون بيوتيل، وعند تلقيم هذا 1 2 3 4، ونرى أن هذه مجموعة مثل خارجة من الكربون الثالث. إذا سيكون 3 مثل بيوتيل لتسمية الأيوباك، وهذا أيضا يسمى أيزو بنتل، بما أن هناك 5 كربونات وأيزو بسبب أن لدينا مجموعات مثل هذه وهذه واي، ومن نفس الشيء تبدو مثل حرف الواي كما ذكرنا. أو يمكن أن يسمى أيزو إميل أو أيزو بنسل. أيزو إميل هي مقبولة كتسمية أيوباك أيضا. ماذا عن هذا في اليمين؟ أطول سلسلة كربون 1 2 3، هذا سيكون بروبل. ونرقمه 1 2 3، ومباشرة واضح أن لدينا مجموعتين مثل تخرج من الكربون الثاني. إذا سيكون لدينا 2 داي مثل بروبل، 2 داي مثل بروبل. وكذلك يدعى نيو بنتل، بما أنه لدينا مرة أخرى 5 كربونات لهذه. مرة أخرى هناك العديد من هذه الأمثلة، سنتوقف عند هذه، وآمل أنكم عرفتم كيف يمكن تسمية التفرعات. وبالطبع عند تسمية التفرعات المعقدة يجب استخدامهم عند تسمية سلسلة مستقيمة أو سايكلو الكان. إذا لنفحص السايكلو الألكان، الألكان الحلقي، ونرى كيف يمكن تسميته. حسنا، لدينا 4 كربونات في الحلقة، 4 كربونات في الحلقة، لدينا 4 كربونات في الحلقة في هذه المجموعة. إذا هناك تعادل في الألكان الحلقي. تذكروا من الفيديو السابق، إذا كان لدينا عدد متساوي في الحلقة كما في السلسلة سنسميه كالألكل سايكلو ألكان، كالألكل سايكلو ألكان. والألكان الحلقي يكسب المعادلة. هناك 4 كربونات، إذا هذا سايكلو بيوتان. إذا سنكتب سايكلو بيوتان، وعندما نحدد أننا سنسميه سايكلو ألكان عندها يجب النظر إلى التفرع المعقد ونقول هنا 1 2 3. لذا هذا سيكون بروبل. وعند الترقيم لهذا التفرع المعقد 1 2 3، من الواضح أن هناك مجموعة مثل تخرج من الكربون رقم 1. إذا سنكتب 1 1 مثل بروبل سايكلوبيوتان. وإذا أردنا يمكن أن نحدد أن المثل بروبل يخرج من كربون 1 من سايكلوبيوتان. إذا يمكن وضع هذا في أقواس ونضع 1، أو يمكن ترك الواحد خارجا لأنه ضمنيا مفهوم. ضمنيا مفهوم أن هناك 1. ما هو الاسم الشائع لهذا الجزيء، لهذا التفرع المعقد؟ إذا 1 مثل بروبل، لنعود إلى هنا ونجد أن 1 مثل بروبل كان أيضا يدعى سكبيوتل. إذا يمكن أن نسمي أيضا هذا هنا سكبيوتل سايكلوبيوتان. لنكتب هذا سكبيوتل سايكلوبيوتان، سكبيوتل سايكلو بيوتان، وهو اسم مقبول في تسمية الأيوباك. وهذا يعتمد إذا كنتم تريدون استخدام طريقة التسمية أيوباك أو تريدون حفظ هذه الأسماء الشائعة.
لنقوم بشيء آخر في هذا الفيديو لنصنف الكربونات، سنقوم بشيء يسمى تصنيف الكربونات، وهذا موضوع موجود كثيرا في كتب الكيمياء، لذا من الأفضل تعلم هذا مبكرا. Classification of Carbons. إذا تصنيف الكربونات، لنقل أن لدينا كربون متصل مع 3 هيدروجينات، ومن ثم متصل مع كربون آخر في مجموعة R معينة، ونريد معرفة كيف يمكن تصنيف الكربون. هذا الكربون متصل مع كربون آخر، لذا نقول أنه رئيسي أو أولي. إذا هذا كربون رئيسي primary. لننزع واحد من الهيدروجينات ونضع بدلا منه مجموعة أخرى من R. الآن إذا أردنا معرفة تصنيف الكربون، هذا الكربون فهو متصل مع ذرتي كربون، إذا سيكون هذا ثانوي، كربون ثانوي secondary هكذا، وسوف ننزع هيدروجين آخر ونجعله مجموعة R مزدوجة. والآن إذا أردنا التصنيف للكربون المركزي، سيكون هذا متصل مع 3 كربونات أخرى، لذا يسمى ثلاثي. إذا هذا كربون ثلاثي بهذا الشكل تيرشري. نعم، ولدي مثال آخر، حيث أنزع آخر هيدروجين، والآن لدينا R الأولية والمزدوجة والثلاثية. إذا ما هو تصنيف هذا الكربون المركزي الآن، حيث أنه متصل مع 4 كربونات أخرى، لذا يسمى الرباعي. إذا هذا الكربون الرباعي هنا، حسنا، كواترنري. إذا حاولتم التفكير بمن أين أتت هذه الأسماء الشائعة، سنقول أن هنا إذا الكربون ارتبط مع ذرتي كربون أخرى، هذا سيكون ثانوي. إذا سنستخدم البادئة سيك. إذا لنعود للأعلى هنا ونجد الأمثلة السابقة. هنا لدينا هذا الكربون مترابط مع كربونين آخرين، لذا هذا ثانوي. لذا أعتقد من هنا جاءت التسمية. لم يفسر هذا في كتب، في أي كتاب أو أي شيء آخر، لكن هذا منطقي، ويتجاهل حقيقة أن هذا الكربون مرتبط عمليا مع حلقة. سنقول هذا الكربون على التفرع المعقد، وهو مترابط مع كربونين آخرين، لذا هو ثانوي على ذلك التفرع المعقد. ماذا عن الثلاثي؟ الكربون مرتبط مع 3 كربونات أخرى حتى يكون ثلاثي. وإذا عدنا هنا، يمكن القول هذا منطقي، لأنه إذا نظرنا إلى هذا الكربون فهو مترابط مع 3 كربونات أخرى، لذا يمكن القول أن هذا كربون ثلاثي. ومرة أخرى نتجاهل حقيقة أن هذا الكربون هو عمليا مترابط مع كربون آخر على الحلقة. وإذا نظرنا إلى التفرع المعقد، هذا الكربون هو ثلاثي. وأعتقد من هنا جاء الاسم. لنقوم بمثال آخر حول تصنيف الكربون لهذا الجزيء. لنفحص هذا الكربون هنا. هذا الكربون مترابط مع كربون آخر و3 هيدروجينات، لذا هذا الكربون هو أولي. هذا الكربون هنا مترابط مع كربونين آخرين، إذا هو كربون ثانوي. وهذا الكربون هنا مترابط مع 3 كربونات، إذا هو ثلاثي. وهذا الكربون مترابط مع كربون آخر، لذا هو أولي. وهذا الكربون مترابط مع 3 كربونات، لذا هو ثلاثي. وكل الكربونات على الحلقة هنا مترابطة مع كربونين آخرين، لذا كلهم يكونوا ثانويين. وهذه مهارة مهمة يجب تنميتها لتصنيف الكربون. ومرة أخرى هذا سيظهر معنا في الفيديوهات المستقبلية مع زملاء وظيفية مختلفة.